فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد وقد رفع الإمام من الركوع ولا يدري هل هذه الركعة هي الأخيرة أم لا. سؤال: هل يدخل مع الإمام أم ينتظر ليتأكد؟ إذا رفع الإيه؟ وقد رفع الإمام من الركوع ولا يدري هل هذه الركعة الأخيرة للإمام أم لا، فهل يدخل؟ إذا كان ما يدري يدخل معه، إذا كان ما يدري يدخل معه. أما إذا كان يدري إن هذه الركعة الأخيرة وهو يعلم أنه بيجي ناس يصليه وياهم ينتظرهم، فإذا سلم الإمام يقيمون الصلاة ويصلي. أما إذا كان ما يخبر أحد أو لا يعلم أن هذه هي الأخيرة فإنه يدخل معهم الحمد لله، ولا يضيع عليه الوقت ويفوت الأجر والثواب الذي في دخوله معهم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.